وسط شولتر ايربو اند فور ار. المره اللي فاتت خلصنا الامبر انتدكشن واتكلمنا على ماسل ديسك اوف سكابيولا. ما تعرفش ان انا كنت ذاكرت الجزء اللي فات. الجزء النهارده الشولتر ان شاء الله سهل جدا مش محتاج تركيز بس. الحركات مش صعبه. ديسك قائم على نفس المبادئ على فكره مبادئ تتكرر. فكره حضرتك تبقى مصحصح معايا اسماء العضلات واشكال الحركات. طيب اول موفمنت عندنا ان شاء الله في الشولدر جوينت اللي هي الشولدر فليكشن. الشولدر فيه سبع حركات بعتبرهم ست حركات لو بضم الاكسترنال للانترنال روتيشن هم زي بعض في البوزيشن بس العكس عكس الدايركشن. يبقى اول حاجه شولدر فليكشن. فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لك الترابيزيوس استحوذ على الكاميرا؟ النهارده بقى مين اللي بيستحوذ على الشولدر؟ الدويك عشان العضله كبيره سوبرفيشن البوزيشن بتاعه كويس جدا سهل. فانكشنالي كان قاسم لثلاث اجزاء انتيرو دلتويد ميدل دلتويد وبوستيرو دلتويد. داخله في كل حركات الشولدر يا اما برايمري او اكسسوري بس داخله فيها. ما عدا الحركه الوحيده في الشولدر اللي هي مش داخله فيها شولدر ادكشن. ادكشن لكن كل حركات الشولدر السبعه هي داخله فيها. أول حاجة الشولدر فليكشن البرايمري ماسل بتاعنا هو انتيريور دلتويد. الكرابو براكيرس يعتبر برايمري بس أقل منها طبعًا. طبعًا الانتيريور دلتويد سوبرفيشال أما الكرابو براكيرس مور ديب. مين الأكسسوري بتاعنا؟ كلافيكولار بورشن أوف بيكتوراليس ميجور. بتساعدك على فكرة معرفتك للكلام ده أكسسوري. هستخدمها بعد كده وهنذكرها بعد شويه. ميدل ديلتويد والسوبرا سباينيتس بيساعدوا عن طريق التثبيت كاستبلايزيشن. والستيريتس اي حركه فليكشن في الشولدر بجلينو ميومر او ابداكشن فوق ال 60 درجه لازم الاسكابلر اوورد روتيتورز يشتغلوا اللي هم كانوا مين؟ الستيريتس. يبقى انت لما تقرا اسماء العضلات دي كاكسسوري لازم تبقى عارف هي جت ازاي. الأولانية فعلا بتشتغل بس بتساعد بشكل تاني. الدور بيشتغلوا عن طريق التثبيت بيساعدوا عن طريق التثبيت والأخيرة بتساعد عن طريق السكابل جمهور الريسك احنا خدناها مرة. جريد 4 و 5 أجينست فيرتي بوزيشن سيتنج بوزيشن. التست بوزيشن الزاوية اللي أنا هاخد فيها ريزيستنس 90 درجة. هتقول لي ليه يا دكتور طب ما هو ممكن يكمل بعد 90 صح؟ لا دي اللي أنا هحاسبه عليها. من وجهه نظر الباين ميكانكس والليفر ار والانجل في ماسل بول ده البيست بوزيشن اللي انت تقدر تتحدى فيه في الانتيريور بول. يبقى 90 درجه شولدر فليكشن ريزيستنس على اليورس. واخد بالك كف ايده باصص فين؟ ناحيه الارض يعني في انترنال روتيشن او نيوترال روتيشن في الشولدر. خد بالك من دي كويس. هي بس الصوره اللي فيها غلطه بسيطه انه المفروض يعمل التست ده والالبو فيه سيمي فليكشن يعني الالبو مات من سنه بسيطه. وهنقول بعد شويه ليه. ماسل تيست اوف شولدر فليكشن لازم يكون ويست البو سلايتلي فليكسد. بثبت فين؟ بثبت فين؟ بتثبت فوق الشولدر. ما ينفعش تثبت السكابل. لازم لو السكابل تتحرك يعني لو انت ثبتها مش هيعرف يعمل اوت روتيشن وبالتالي مش هيكمل فليكشن. فحضرتك لازم تسمح بحركه السكابل. يبقى تثبت بس الشولدر من فوق. يبقى ده جريد 4 و 5. ابتداء من النهارده دي حاجه ليك انت مش هتقدر في الامتحان بقى. على الطلب للفايده كده تاخد المنهج بمزاج. مش انا عرضت لك امبارح سوري المره اللي فاتت بدائل الماسل تيست الكمد النار الهاند هيلد دايناموميتر. حاجه اوبجيكتيف. نفس البوزيشن والماسكه والستبلايزيشن والجراسب والريزيستنس اللي عملناها 4 و 5 هحط فيها ايه؟ في الدايناموميتر. بس انت هتقيس بقى بالنيوتن بقى بالارقام.
يبقى انا ما عرفت دي بتاع الفاريبل ماسك ديسك هتخليني اقدر اعمل ايه كويس. طلعنا ونص بحاول اربط لك ببعض، محدش يضحك عليك ويقول لك ده حاجه سبجكت، ده محدش عارف يستخدم ماسك ديسك. عمرك ما هتعرف تستخدم داينامومتر الا اذا كنت عارف تعمل ايه؟ ماسك ديسك. فاكر السماعه والاي سي جي؟ نفس القصه. عمر ما الدكتور بتاع القلب هيقدر يستخدم يفهم اي سي جي الا اذا كان بيفهم السماعة. جير الثلاثه نفس القصه بس ما يقدرش يستحمل مانيوال ريزيستنس، يا دوبك بس جرافيتي. طبعا برضه في سيمي فليكشن المفروض في الالبو. جريد 2 1 0 لو من نفس البوزيشن اللي هو اجينست جرافيتي يبقى 2 المفروض بارشر رينج ولا فور رينج؟ بارشر رينج. يبقى طالما الوضع اجينست يبقى جريد 2، لو حقق بارشر رينج يبقى جريد 2. 1 و 0 لو من نفس الوضع حضرتك تقدر تعمل بالبيشن كويس جدا للانتيب التويف، ولكن الكوراك والاكياس صعب توصلها حضرتك. لو حضرتك عاوز تبقى ايديال قوي في الشولدر فليكشن ماسل تيست، جرافيتي مينمايز هتنيمه سايد بانك. وظيفه ايدك الديستال دي لا مش سبورت، انت ما بتشوفي تو كلمه سبورت يعني بثبته ما يتحركش. او لو قلت سبورت الويت يعني بتكنسل الويت، ما هو الوضع اساسا جرافيتي مينمايز. لا انت بتعملي سبورت للويت ولا انت بتمنعي الحركه. لا وظيفه الايد دي تو مينتين، اوعى تقول اسيستنس في المصل بس. محدش بيساعد، لا انت بتساعد في المصل ولا جرافيتي بتساعد ولا عضله ثانيه بتساعد غير اللي انا بعملها بس. مفيش اسيستنس في المصل بس. لا وظيفه ايد حضرتك دي تو مينتين التست بوزيشن، كانها بتحافظ بس على الهوريزونتال بوزيشن، يعني هي بتتحرك مع ايده وهو بيتحرك. كانها زي الترابيزه اللي هو بيتحرك عليها. الترابيزه ما بتتحركش. يبقى ايدك دي بتتحرك معاه وهو بيعمل جريد 2. زي الفلات سيرفيس او الهوريزونتال سيرفيس بالظبط. يبقى وظيفتها ايه؟ تو مينتين التست بوزيشن عشان دراما ما يخبطش في اتاكشن. ما هو لو نزل كده هيحصل ايه؟ اتاكشن. عشان احافظ على الساجيتال بلين وفي شولدر فليكشن. لو حقق فور رينج من البوزيشن ده يبقى ياخد جريد 2. طبعا ممكن تشوف منه برضه واحد وسيبه. نبدا نتكلم على السبستيتيوشنز اللي ممكن تحصل في الشولدر فليكشن ماسل تيست. انا بلاحظ انا لو عرفت الاكشن صح هعرف اعمل التيست صح. لو عرفت اعمل التيست صح هقدر اتوقع السبستيتيوشنز اللي ممكن تحصل. لو توقعت السبستيتيوشنز اللي ممكن تحصل صح اقدر امنعها. يبقى مفيش حاجه بتتحفظ. طب ايه اللي كان في التست وحصل غلط؟ فاكر السلايد اللي انا لخصت لك فيها فلسفه السبستيتيوشن في مرحله الانتروداكشن؟ لو حضرتك خدت بالك من البوزيشن والستبلايزيشن وشكل الاكشن عمره ما هيحصل سبستيتيوشن. تعالوا نطبق الكلام ده. مش هيتحفظ. اول حاجه انت قلت لي اشهر سبستيتيوشن فور شولدر فليكشن باي بايسبس براكيه. امتى تحصل؟ لو هو بيعمل شولدر فليكشن وهو لافف الشولدر في اكسترنال روتيشن. مش احنا قلنا الانتيريور دلتويد المفروض يعمل فليكشن كف ايده باصص تحت. طب هو لو ضحك عليا ولف ايده لفوق يعني هيعمل اكسترنال روتيشن كده هيدي فرصه كده حط اللاين كول بتاع البايسبس تيبيكال للبايك هتشتغل. فعشان تمنعها اعمل التست صح. مش انا قايل لك اعمله يزود اكسترنال روتيشن؟ اعمله صح. يبقى ايه اللي عامل سبستيتيوشن هنا؟ اخلال بايه؟ في البوزيشن. يبقى علاجه ايه؟ امنعه ازاي؟ تعمل البوزيشن صح. تمنع اكسترنال روتيشن. كمان من ضمن الطرق منعها ان حضرتك تسمح بشويه سيمي فليكشن في الكلب. بحيث تضمن ان هي ريلاكس. يبقى لازم يعمل شولدر فليكشن في سيمي فليكشن في الكلب بالشكل ده. بالشكل ده بعمل شولدر فليكشن. يبقى دي اول واحده. تاني واحده اور ترابيزيس. اور ترابيزيس هي كانت بتعمل ايه المره اللي فاتت خدناها؟ سكابولا اليفيشن هو ده. طب انا لو انا مش قادر اعمل فليكشن ما ممكن اضحك عليك واعمل كده برفع السكابولا بنطر دراعي قدام صح؟ عن طريق سبستيوشن اللي هي ايه؟ سكابولا اليفيشن. انا هنا اخليت بانهي جزئيه في المصل الاسفل؟ أني واحدة من ثلاثة؟ ستابلايزيشن. حضرتك مش المفروض تحط ايدك فوق الكتف؟ أنت ما ثبتش كويس.
ده اللي هو ضحك عليك ورفع كتفه. بنمنعها ازاي؟ ثبت كويس. ثبت ايه؟ ثبت الكتف من فوق. حفظنا حاجه؟ ما حفظناش. الجزئيه اللي بعد كده او السبستيوشن اللي بعد كده بيكتورايز ميجر، بالاخص طبعا اللي ذكرنا اسمها في الاكسسوري اللي هي كانت مين؟ الافيكولار بورشن اوف بيكتورايز ميجر. طيب طب دي اتعوض ازاي بشكل تعويض؟ لو اشتغلت هتعمل لي فليكشن مع ادكشن كومبايند كده بالقطر كده، يبقى فليكشن كومبايند ويز ادكشن. لما هي بتعمل هوريزونتال ادكشن وبتعمل ادكشن معنى كده انت كده خليت انهي جزئيه من ثلاثه؟ شكل الاكشن. يبقى انت لازم تبقى مصحصح كده على المريض وباصص كويس الاكشن اللي طالع ده مظبوط ولا منحرف اصلا. طب علاجها ايه؟ خلي بالك من الاكشن. تمام؟ طيب اخر سبستيوشن في شولدر فليكشن اللي هي ليننج باكورد، ليننج بالترنك. ممكن يضحك عليك ويميل الجيز اهو الترنك لبره يحدف نفسه كده ثم ينطر ايه؟ ينطر دراعه لقدام. انا هنا خليت انهي جزئيه وصلت؟ ستابلايزيشن. انت مش بتثبت كتفه بس، المفروض بتثبت كتفه وجزمه، اصلا يبقى قاعد على الكرسي وظهره مسدود. انت بتثبت الجزمه والكتف، كل الحاجات كل الجزئيات البروكسما لازم تثبت، سواء الشولدر السكابولا سواء الترنك، فلازم تثبت كل البروكسما بارت لان النوم ترنك. فهو لو حدف ظهره لورا يبقى هيحدف دراعه لقدام. يبقى هنا حضرتك خليت بالستابلايزيشن. يبقى ما في حياتي اي سبستيوشن هنقابلها ان شاء الله في الماسل تيست لغايه انك وفرانك ان شاء الله تخرج عن الثلاثه دول، مش هتلاقي. لو لقيت واحد تخرج عن ثلاثه بيجي 10 درجات زياده في العمل. تمام؟ شولدر فليكشن الفيديو موجود مع حضرتك قاعدين نازل على في كلاس ماتيريال كل الفيديوهات العملي نزل على فكره قبل المحاضره بست ايام وبرضه باور بوينت نزلته امبارح شعر النهارده دور بي دي اف. بعد كده الحركه اللي بعد كده اللي هي شولدر اكستنشن. شولدر اكستنشن مين هما برايمري ماسل؟ بوستيريور دلتويد اهم واحد. التسمس دورسايل تيرس ميجر. بيقول لك هما كلهم اسمهم شولدر اكستنشن. بس الوحيده اللي فيهم اللي تقدر مش بس تعمل اكستنشن تعمل هايبر اكستنشن مين؟ البوستيريور دلتويد. يعني كلهم بيبقى ممكن يعمل لي اكستنشن فروم فليكشن، يعني انا بادئ فليكشن وبرجع للزيرو. الثلاثه يعملوها. بس الوحيده من الثلاثه اللي تكمل كمان بعد الزيرو مين؟ بوستيريور دلتويد. يبقى اللاتسمس والتيرس ميجور بيشتغلوا من فليكشن لغايه زيرو. اما البوستيريور دلتويد هتقدر كمان تكمل في هايبر. الكلام ده مهم جدا على فكره. لان هيفرق في المسل تيست وهنشوف دلوقتي. في اكسسوري عندنا لونج هيد اوف ترايف خلي بالك منها شوفها دلوقتي في الانستتيوشن والاسترنال هيد اوف بيكتوراليس ميجر. ماسل تيست فور شورت اكستنشن هنقسمه ثلاث اشكال. اول شكل او اول تيست بتعمل تيست لكل الاكسسورز مع بعض بما فيهم طبعا البوستيريور دلتويد. بيشنت اجينست جرافيتي هنام برون ويرفع في هايبر اكستنشن وحضرتك هتقاوم في عكس الحركه تدي ريزيستنس على الهيومرس. تمام؟ الشكل الثاني ده طبعا الداينامومتر نفس البوزيشن. الشكل الثاني هو ثاني تيست بحكم ان اسم الاتيسمس ذكر ضمن الاسره بتاعه الشولدر اكسسورز فاحنا هنتكلم دلوقتي على تيست تو ايزوليت الاتيسمس بالخط. وقبل ما نشرحه قبل ما اشرحه لحضرتك عاوز اوريك الاناتومي بتاعه عشان تبقى متخيل كويس القصه جت ازاي. هي دي اللاتسمس عضله واسعه جدا ماسكه من البلفس للعمود الفقري للهيومرس. العضله الوحيده في جسم الانسان اللي تربط بين العمود الفقري السباين والهيومرس هي اللاتسمس دورسال موصله بين الاثنين عشان كده بيسموها فيرتبرو هيومرال مسل. فيرتبرو هيومرال مسل. المهم تخيل بقى الاكشن. يعني هي دلوقتي لو حصل فيها كونتراكشن يا اما هتقرب ايديا لرجليا اللي هو البلفس يعني
يا اما هتقرب البيلفس ده لفوق صح؟ في الحاله دي تقدر تفهم مدى اهميه هذه العضله لو لا قدر الله حضرتك حصل لك كراش في الاورجن هتضطر تستخدم كراش على الكيس. في الحاله دي تضطر تحمل على ايه؟ على دراعك صح؟ طب ايه هي العضله؟ لما اجي احمل كده على دراعي بتقرب البيت تسحب البيلفس تقربه من ايه؟ من الهيومرس. هي دي من ضمنهم طبعا هي اهمهم. في عضلات ثانيه كتير ما الترايسبس بتاعت القلب في عضلات ثانيه بس العضله الاساسيه كراتش كشولدر ديبريسور هي اللي تسمى سلوسر. عرفنا الاكشن جه ازاي؟ طب معنى ازاي؟ تخيل بقى من شكل الاناتومي ده الاكشن بتاعها ماشي ازاي؟ طبعا الاناتومي كده بتعمل حاجات كتير بتعمل شولدر اكستنشن اندكشن انترنال روتيشن. تعالى بقى في حاجات ابعد من كده. هي بتعمل اكستنشن ازاي؟ من فليكشن لغايه زيرو ما تعرفش تتكلم على الزيرو بس وانس وصلت للزيرو الاند رينج بتاعها هتسحب الايد لتحت تسحب دراعك لتحت ديبريشن يبقى هي بتشتغل من فليكشن توصل للزيرو. طب وصلت للزيرو وبتعمل ايه كمان؟ ديبريشن. ليه؟ لان هي بتقرب مين من مين؟ بتقرب الفيورس من الفيلفس. فهمنا جت ازاي؟ يبقى لما تلاقي المصل تيست بالشكل ده ما تستغربش تقول يا دكتور ده مش اكستنشن ده الاكشن بتاع الاتيسمس. وانا ذاكره في الحته دي من ضمن ايه؟ عشان هي من ضمن الاسره بتاعت الاكستنشن. الحته ده يعتبر اسمه شولدر ديبريشن. هنشوف التيست. بالشكل ده حضرتك هينام برونو. المريض هيقع نايم برون لافف في راسه ناحيه التست سايت ما يفرش اللفه هي القصه بس عشان الستارت بوزيشن هتبقى دقنه لمسه الشولدر وتقول له حاول تعمل ريتشنج بايدك ناحيه رجليك. نفس الوقت بعد ما يجيب الرينج كامل حضرتك هتدي ايه؟ ريزيستنس مش بايد واحده بايديك الاثنين دي عضله فوريه ده هتشيل وزنك كله بايدك صح؟ يبقى بتدي ريزيستنس في ايه؟ بايديك الاثنين. حد يفكرني كده في تيست خدناه المره اللي فاتت كنت بتدي ريزيستنس من ايدك الاثنين؟ كنا بنعمل على ناحيتين يمين وشمال صح؟ يبقى ده تيست برضه ممكن تدي ريزيستنس بايديك الاثنين. طبعا البوزيشن ده ممكن تقيم منه كل الجرايز بتاعت الاتيسمس من 5 ل 0 3 هتبقى فور رينج و 2 هتبقى بارشال رينج. يبقى اي ماسل تيست بيتعمل من نفس البوزيشن سواء اجينست او مينيمايز مجازا اعرف ان 3 هتبقى فور رينج من نفس البوزيشن و 2 بارشال رينج. البوزيشن ده يعتبر مينيمايز. قال لك والله لا العضله دي مقامها اكبر من كده. يعني انت شاكك ان عندها جريد 5 لازم تتاكد بقى بحق وحقيقي. حط البيشنت في البوزيشن قعده على الجلانس او السيرفس وخليه يسلم بايديه الاثنين بالشكل ده وارفع لي الباتوكس او البلفس من على ايه؟ على السيرفس. هو ده الاكشن. ما هي اسمها كراتش ماسل العضله بتاعت العكاكيس. يبقى انت بترفع البلفس من على ايه؟ من على السيرفس. انت يا اما تقرب البلفس للهيومرس او يا اما تقرب الهيومرس لايه؟ للبلفس. فهمنا جت ازاي؟ بس هي دي الاصل وعشان كده هو حاطط ايده بيعمل ايه هنا؟ ايديه الاثنين بتعمل ايه؟ بالبيشن. البالبيشن ده بقى اللي يحلف لك ويقول لك ان هي بتشتغل. وسيله لتاكيد الكونتراكشن. في طبعا اثر الريسورس سؤالك رائع جدا. وده التيست الوحيد اللي في الابر جريد 5 لاتيسكس من سيتنج اللي يعتبر السيرفس ما بيديش ريزيستنس فيه. الريزيستنس بتتم عن طريق البودي ويت بتاع المريض صح؟ بودي ويت ده يعتبر الوحيد بلوت ديفينيت في تشين في الابر ليمب تمام. وعرفنا ليه بس عيبه بس ان البوزيشن او التيست ده مش هينفع تشوف منه غير جريد 5 بس. ده تاكيد جريد 5 وبس. هو ده الاصل بتاع جريد 5 وتسمس توصل. بيقول لك افرض احيانا في مريض ربنا خلقه كده بتبقى ايده طول الايد قصير شويه. الناس ايديهم طويله شويه صح؟ ففي واحد ايده قصيره فهيجي يعمل ديبريشن مش هيعرف فممكن ايه تحط له بلوك تحت الايد دي وبلوك تحت الايد الثانيه ويعمل ديبريشن. انت كده ما اثرتش على الاكشن. انا عاوزه بس نشوف هيقدر يعمل ديبريشن. يبقى ده لا تسمس.
خدنا كده ثلاث صور، تست كل الاكسنسور على بعض من برون بعمل هايبر اكستنشن. الديسمس تو ايزوليت الديسمس من برون بعمل كده بعمل لتحت من برون. بتست الاصيل للديسمس بلس 5 ان انت بتعمل ايه؟ ترفع البلبس متاكد. نرجع تاني لجريد 3 و2 من البوزيشن الاولاني من برون لو رفع فور رينج اجينست جرافيتي يبقى جريد 3 لو بشر رينج جرافيتي مايز يبقى سوري جريد 2. جريد 2 اكدها عاوز اتاكدها من سايد لاين الحاله تتحاسبوا على فول رينج. الباربيشن بتاع العضلات دي كلها سهله مشكله الدلتويد تقدر توصل لها بس ورايا الدلتويد تنس ميجر اللي عندكم في الصوره دي وهنشوفها حتى بالصوره اهي اللي عاوز اللي تسمس واضحه جدا. طبعا دي بتساعد في حركات ثانيه في الترانك وحركات في البيلبس هناخدها ان شاء الله. ودي تيرس ميجر البوردر التحتاني في الاكزيلا من ورا. نرجع تاني للسبستيوشنز. عرفت الديست صح يبقى اقدر اعرف السبستيوشن. قال لك اللونج هيد اوف تراي ممكن تعوض. تعوض ازاي؟ لو حضرتك اخليه بالتست. نرجع كده للتست. تست بوزيشن. اجينست. اهو. المفروض انا بعمل التست هايبر اكستنشن ويز انترنال روتيشن. ويز انترنال. وانا نايم برون كف ايدي شايفين يبقى باصص تحت في البلانس. لو انا بقى لفيت كده اكسترنال بقى ظهر ايديا باصص ناحيه السقف. لو انا عملت اكستنشن ويز اكسترنال روتيشن هيدي فرصه لمين تعوض؟ ترايسبس. فلازم تبقى عينك كويس على شكل الروتيشن بتاع الشوط. حد ليه سؤال؟ دكتور حد كان بيسال. على طول هي واصله ما بين الضلوع والاسكابلا يبقى انت لازم تدخل كده ايدك بين الاسكابلا وبين ايه؟ وبين الضلوع العضله دي في ناس ما بتوصلهاش لكن التي اس ميجر توصل لها اللي هي وريتها عند حضرتك كده دي التي اس ميجر الفص اللي هو ايه بيشكل اللور بوردر للاكسيلا تحت تمام؟ دي سهل توصل لها الصوره فيها معروضه ليها طبعا في حضرتك العضله دي هي ما هياش في ظهر البني ادم بقى هي في جنبه هنا بالظبط لازم تدخل ايدك كويس ما بين الاسكابلا وما بين الضلوع. نرجع تاني يبقى كده عرفنا السبستيوشن امنعها ازاي؟ اعمل التست صح اعمل اكستريشن ويز ممتاز. بعد كده عندنا شولدر ابدكشن برايمري ماسل ابدكشن ميدل ديكويد وسوبر سباينس. ابدكشن العادي اللي احنا عارفينه كلينو دورر ابدكشن. خلي بالك انا بقول مجازا ابدكشن او شولدر ابدكشن يعني كلينو دورر ابدكشن. المره اللي فاتت في حاجه اسمها سكابولار ايه؟ ابدكشن. خلي بالك ممكن لو قلت شولدر جرد ابدكشن اللي هو سكابولار ابدكشن اللي هو جود ريكشن اللي هو بتاع السريت صح؟ خلي بالك ابدكشن في ايه بالظبط؟ عشان في نوع ثالث من الابدكشن هتقوله بعد دي بالظبط الحركه اللي جايه ان شاء الله. يبقى برايمري ميدل ديتويد الفص الوسطاني والسوبرا سباينيتس عضله صغيره صحيح بس سبحان الله لو حصل فيها مشكله بتسبب مشاكل كتير جدا هتاخدوها ان شاء الله في قسم العظام السنه الرابعه. خلي بالك عاوزك برضه تفهم اناتومي. طبعا احنا شفنا الاناتومي بتاع الديتويد كعضله في الاول الديبتويد لو اشتغلت ماسكه في الهيومرس ومغطيه كده من فوق لو اشتغلت في ابدكشن بتسحب الهيد اوف الهيومرس بتسحبها لفوق. السوبرا سباينيتس العكس. العكس ازاي؟ نشوف الكلام ده كده. خد الاناتومي بايه؟ المزاج
بص حضرتك ده سيرفيس اناتومي موضح اكثر بالاناتومي بتاع السوبرا سباينيس. هي صحيح بتقع في الجزء الفوقاني في السكابولا سوبرا سباينيس فوسا معديه تحت الاكرومين وماسكه في الهيومرس. هي بالشكل اللي هي معديه ده ومعديه تحت الاكرومين لما بيحصل فيها كونتراكشن بتدوس على الهيومرس لتحت تعمل ديبريشن للهيد اوف هيومرس. تخيل يبقى هي معديه تحت العضمايه اللي اسمها الاكروميوم عشان هي معديه تحت لما بيحصل فيها كونتراكشن بتعمل ديبريشن للهيد اوف هيومرس تحت يبقى الديلتويد بتعمل ايه؟ بتسحبها لفوق والسوبرا سباينيتس يبقى لازم الاثنين يشتغلوا كويس مع بعض. لو واحده منهم اشتغلت والثانيه ما اشتغلتش الشولدر بيبقى انستيبل. الشولدر ده من المفاصل اللي بيعتمد في الاستابيليتي بتاعته على العضلات. يبقى علشان كده هنرجع تاني للشولدر ادكشن. العضله دي الحركه دي حضرتك الاثنين فيها برايمري الميدل دلتويد والسوبرا سباينيتس. يبقى دي اول حركه ممكن تقابلها في مصر اسم اقدر اقول لك صراحه ان الاثنين زي بعض مفيش فيها رايس الاثنين رؤساء الميدل دلتويد والسوبرا سباينيتس. التست بوزيشن اجينست جرافيتي سيتنج بوزيشن سيمي فليكشن في الالبو نفس السبب اللي اتقال في الشولدر فليكشن وبيعمل ابدكشن وبتدي له ريزيستنس. ده شكل الدينامومتر نفس التكنيك نفس البروسيجر. لو عرفت ده هتعرف تعمل جريد 3 ما استحملش اي ريزيستنس زياده غير الجرافيتي. جريد 2 لو من نفس البوزيشن اللي هو اجينست جرافيتي هحاسبه على بارشا بنش. لو عاوز تحطه مينيمايز لو ايديال تحطه في انهي وضع توباين بوزيشن. يعني ممكن يجي لك سؤال ام سي كيو اذا جرافيتي مينيمايز بوزيشن فور شولدر ادكتور ماسل تيستنج اس توباين ولا روم توباين. دي اسهل من كده. يبقى جريد 2 في الحاله دي لازم تكون فول رينج. جريد 1 و0 انا قلت لك قبل كده 1 ما يفرقش معاه. تقول لي ده ما انا كنت لسه عامل 2 من المايز رجعت تشوف 1 و0 من الجينيس ما هو بيفرقش معاهم 1 و0 من اي بوزيشن. ده بالعكس ده الاحسن عشان حضرتك تلقط الكونتراكشن من الوضع ده. ليه بقى؟ هيعمل ايه دلوقتي السيرفس؟ هيوصل دراع المريض للفاينل تيست بوزيشن اللي هو ابدكشن 90 بس هو اللي هيحط دراع 90. مين اللي بيحطه؟ الثيرابيست. وهو شايل دراعه في 90 ايده الثانيه بتعمل بالبيشن هيدي اوردر للمريض حاول تعمل هولد للبوزيشن ده حاول تثبت ايدك في البوزيشن ده والمريض بيحاول في نفس اللحظه الثيرابيست بيعمل ايده اللي شايله بتريح سنه بسيطه وترجع تاني في نفس اللحظه اللي هو بيريح فيها دي ايده اللي بتعمل بالبيشن بروكسيمال هاند دي بتلقط فيه كونتراكشن ولا مفيش كونتراكشن. خدنا بالنا من القصه. القصه دي احسن حاجه عشان تسمع في دماغك شوف الفيديو. الفيديو واضح جدا تمام. يبقى بالطريقه دي اقدر القط فيه كونتراكشن ولا مفيش في الميدل دلتويد. طبعا البالبيشن بتاع السوبرا سباينيس اصعب شويه هي بتقع تحت الاور فيبيسيس لازم تكون الاور فيبيسيس مريحه عشان تقدر تطلعها وما بتضطرش تعملها بالبيشن اذا كنت شاكك ان فيها مشكله لان في الغالب زي ما قلت لك الاثنين بيشتغلوا مع بعض. سبستيتيوشنز اول سبستيتيوشن الشولدر ابدكشن لونج هيد اوف بايسبس. انا مرادي تعطيك اقول لك لونج هيد لكن في الشولدر فليكشن قلت بايسبس حته واحده على الباي. باي يعني براسين فيها لونج هيب وشورت هيب الاثنين على فكره معديين على الشولدر بس الاثنين بيساعدوا في الفليكشن في الشولدر بس لو ابدكشن مين بس اللي بيساعد في ابدكشن؟ لونج هيب. ده اناتوميكال دي ماسكه في الاكروميوم والثانيه ماسكه في الكوراكويد. حتى لو باصص في الاناتومي هتفهم القصه جت ازاي. يبقى الباي كلها بتساعد في الشولدر فليكشن لكن ابدكشن جاست بس لونج
الكلام ده استوعبه واستخدمه كمان لما نيجي بقى نعكس الكلام ده سواء في الديسك او الثيرابيوتيك نعمل ستريتش 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 ده عكس الاكشن لازم تبقى عارف الاكشن مين اللي كان بيعمل او كان بيعمل ابداكشن ولا ابداكشن لما اعمل ستريتش عكس الابداكشن اعمل ايه؟ ابداكشن صح؟ فانا لازم اعرف الاكشن صح؟ يبقى معرفتك للاكشن عن طريق المسل تيست هتستغلها استغلال امثل برضه في الستريتش مع الدكتور اهي ما شاء الله لما توصلوا كمان معانا في المسل لينت تيست بتعكس الاكشن. نرجع تاني يوم جايين اوف باي انت تعوض لو ضحك عليا برضه وعامل ابداكشن ويز اكسترنال روتيشن مش المفروض انت قلت لي كف ايديا باصص تحت لو انا ضحكت عليك وعملت اكسترنال وانا بعمل ابداكشن هتلاقي كمان يبدا يحصل فيها كونتراكشن وكمان يحصل البو فليكشن بالشكل ده. لا يبقى لازم يعمل ابداكشن كف ايده باصص تحت شولدر ميديا روتيشن كمان سيمي فليكشن في الالبو وتتاكد ان هي مريحه انت بتحرك بس الجزء ده ما تشغلش الباي تمام شغل الانتير دلتويد والباي تكون ريلاكس اوكي يبقى لازم يكون ميديا روتيشن سيمي فليكشن في الالبو وتكون ريلاكس. بعد كده نفس الكلام عندنا شولدر اليفيشن ممكن يعوض ايه؟ شولدر ابدكشن انا ممكن ارفع كتفي كده واضحك عليك صح؟ بانتر دراعي السبستيتيوشن مش هتلاقي لها فيديو يعني ممكن في بعض الفيديوهات حاجات بسيطه ساعات هي بتكون ذاكراها كده نظريا لكن ان انا امثل قدام حضرتك السبستيتيوشن ركز معايا في المحاضره مش تبقى بس متخيلها. لاترال فليكشن اوف ذا ترانك نفس القصه ممكن اعد الوضع الجذري الترانك لو انا حدفت ظهري ناحيه الاوبوزيت انا كده بنطر دراعي ناحيه ايه؟ الابدكشن يبقى ترانك ليننج توورد الاوبوزيت سايد بيعمل سبستيتيوشن للابدكشن يبقى ممكن يجي سؤال ليننج ترانك للاوبوزيت ولا السيم؟ اوبوزيت تمام يبقى الاولانيه كان علاجها خلي بالك من ايه؟ ستابلايزيشن بوزيشن ولا اكشن؟ بوزيشن تمام؟ واكشن برضه والثانيه ستابلايزيشن والثالثه ستابلايزيشن خلص الموضوع الموبايل سيرفيس اناتومي اوف سوبرا سباينيتس لازم تبقى عارفه طبعا لغايه دلوقتي الكلام سهل جدا ومنطقي شرحنا شولدر فليكشن اكستنشن ابدكشن حركات ما فيش فيها اي استثناء دي نقطه فنيه بس كانت الايزوليشن بتاع الجسم مسدود خارج بس دلوقتي بقى ركز معايا كويس الحركه اللي بعد كده شولد اسمها ايه؟ شولدر هوريزونتال ابدكشن دي كلمه اتحشرت في النص اللي هي ايه؟ اللي قبلها كانت اسمها شولدر ايه؟ ابدكشن بس لو قلت شولدر ابدكشن بس يبقى الابدكشن اللي بيحصل في الفرونتال بليد لكن لو قلت شولدر هوريزونتال ابدكشن يبقى ده بيحصل في ترانسفيرس بلين اللي هو بيبدا كده ويحرك كده العكس يبقى اسمه شولدر هوريزونتال ابدكشن يبقى طالما في ترانسفيرس كده اسمه ابدكشن هوريزونتال ابدكشن وكده ايه؟ ابدكشن لكن لو في فرونتال او كورونال يبقى اسمه بس ابدكشن وابدكشن فرونتال هي نفسها كورونال مين الاكسسوري؟ طبعا البرايمري بتاعنا هو البوستيريور دلتويد، تاني اتصور يعني هي برايمري في الاكستنشن وبرايمري كمان في مين؟ في الهوريزونتال ابدكشن. اكسسوري عندنا اكسترنال روتيتورز انفرا سباينيتس تيرس ماينور. ميدل دلتويد كاستابلايزر. ميدل ترابيزيس ترومبويد كاستابلايزر برضه لانهم بيثبتوا السكابولا. تمام؟ انت استرجع الاناتومي كده لذيذ. الدلتويد واصله ما بين الاسكابلا والهيورس. لكن مين اللي واصل بين الاسكابلا والسباين؟ مين؟ ترابيزيوس رومبويد. انا عشان اعمل التست ده صح، مين العضلات اللي بتثبت بروكسمال؟ ترابيزيوس رومبويد. في عضلات رابطه الاسباين والسكابلا مش واصله للهيورس. في عضلات رابطه بين الهيومرس والسكابولا مش واصله للسباين انت لازم تعرف كل واحده عندهم ايه بالظبط
طيب ركز معايا قوي. امبارح كنت عرض على جروب سي ودي وقلت لهم تيست هنقوله مشابه تيست خدناه مره اللي فاتت واللي هيطلع لي ثلاث شروط هدي له 10 درجات. والعرض انتهى للاسف الناس. انت لو كنت مذاكر المحاضره اللي فاتت كويس وركزت معايا في المحاضره كويس دي تقدر تطلع ثلاث شروط. البوزيشن ده شبه انهي تيست خدناه المره اللي فاتت؟ ريتراكشن اللي هو ايه؟ ميدل ترابيزيس اللي هو برايمري كان ميدل ترابيزيس تمام؟ اللي هو سكابولر ادكشن او ريتراكشن. تعالوا هو نفس البوزيشن جرون 90 90 90 ديجري ادكشن 90 ديجري البو فليكشن اسمه كده. هو كشكل اه نفس الشكل لكن هل هي نفس الريزستنس؟ هل هي نفس الستابلايزيشن؟ هل اللي انت بتحاسبه عليه نفس الحاجة؟ لا طبعا. نبص ازاي؟ أول حاجة أنا هنا هحاسبه على حركة الهيبرس ولا حركة السكابلر؟ الهيبرس المرة اللي فاتت كنا بنحاسبه. طب الريزيستنس المرة دي هتبدي على الهيبرس. المرة اللي فاتت كنا بندي ريزيستنس على ايه؟ على حسب مذاكر بقى. المرة اللي فاتت كان ليها شرط. اه شفت؟ يبقى التست بتاع الميدل ترابيزيس بيعتمد على قوة مين؟ البوستير دلتويد. لو هي كويسة بدي على الهيومرس. لو ضعيفة بدي على السكابلر. لو هي كويسة وكمان الترايسكس كويسة بدي على الريست. تمام؟ يبقى ليها حالات تعتمد على ده. أما دي ما بتعتمدش على الميدل ترابيزيس. حطها على الهيومرس قولا واحدا. طيب الاستابلايزيشن المره دي لازم حضرتك تثبت السكابلا على نفس الناحيه خاصه لو كانت العضلات بتاعت السكابلا ضعيفه اللي هم مين؟ ميدل ترابيزيس والرومبويد. خلي بالك تعالوا كده معايا نستوعب القصص ازاي. بصوا جروب دي كل محاضره بتتشرح خمس مرات فبتلاقي الديتيلز اهو. دلوقتي دي لو اشتغلت يعني دي بتسحب الاسكابولا لبره صح؟ افرض العضله بقى اللي هي ماسكه من الاسكابولا السباين ضعيفه ايه اللي هيحصل؟ يبقى الاسكابولا هتتحرك ابدكشن. عشان كده انت قريت المره اللي فاتت وانت بتسجل في الكتاب ان البوستير فلويد لو قويه والبيت ترابيزيس ضعيفه سبستيتيوت ايه اللي بيحصل في الاسكابولا؟ بدل ما يحصل فيها ريتراكشن كان بيحصل ايه؟ ابدكشن. فهمت ليه؟ لان دي بتسحب عليها من الناحيه الثانيه مش هي ماسكه في الهيبرس وبتشد عليها الناحيه دي والميدل ترابيزيس الغلبانه يعني ايه؟ مش ملاحقه. فاللي بيحصل المره اللي فاتت لما انتوا قريتوا في التست بتاع الميدل ترابيزيس او هي سبستيتيوت كانت بتتلفها لبره بدل ما تيجي في ادكشن بتروح في ادكشن. عرفت ازاي؟ واحده بتشد من الناحيه دي واحده بتشد من الناحيه دي. تعالوا نشوف الكلام ده النهارده في البوستير دلتويد. يبقى حضرتك هتثبت ايه؟ تثبت الابسيلاترال سكابلا اللي هي على نفس الناحيه. لان في الغالب هيكون احتمال برضه الميديال ترابيزيس ضعيفه. صح؟ يبقى انت لازم تثبت البروكسيمال بارت. طب احنا المره اللي فاتت كنا بنثبت انهي سكابلا في الميديال ترابيزيس؟ الكوبس والكونترالاتر. هدول ثلاث سلوك. التثبيت ثبت العكسيه المره اللي فاتت والنهارده بتثبت نفس السكابلا. مكان الريزستنس بيختلف على حسب وكمان انت بتحاسبه هنا على حركه الهيومرس المره اللي فاتت بتحاسبه على حركه السكابلا. يبقى دول ثلاث يعني ممكن حد عامل ان شاء الله لو هيبقى في عمل جد حد ورقه ممكن تجيب ورقه كومبير اند كونتراست جديد مانيوال ماسك تيست اوف بوستيريور دلتويد وميدل ترابيزيس. هما ثلاث فروق. كلمة كومبير اند كونتراست مش معناها تحكي لي ده وتحكي لي ده، لا خالص، قول لي الفروق بس. فاكر زمان احنا صغيرين اجيب لك صورتين كده واقول لك طلع الفروق؟ طلع الفرق. صح؟ لما اقول لك كومبير اند كونتراست قول لي الفروق بس، لكن ما تحكيش ده بالكامل وتحكي ده بالكامل، ما ينفعش. نرجع تاني. جريد 3 من غير ريزيستنس، جريد 2 و1 و0 تقدر تحطه في جرافيك من مايس؟ اه تقدر. يبقى وظيفه ايد حضرتك دي هتبقى ايه؟ فاكر في شريحه كده في المصل في اول محاضره لخصت لك دور ايد السيرفس في المصل تيست ما يخرجش عن ست ادوار. ايدك في المصل تيست تلعب دور من سته
ممكن تعمل كذا دور في وقت واحد على فكره. يا ريزيستنس، يا فالبيشن، يا ستابلايزيشن، يا سبورت الويت، يا ديكريز التريكشن، يا مينتين التست بوزيشن. هنا هي بتحافظ على الايه؟ الهوريزونتال بوزيشن. يبقى دور ايدك هنا ايه؟ ديستال تو مينتين الهوريزونتال بوزيشن. يعني لو هو هيعمل تو هيتحرك، ايديا هتتحرك مع ايده، ما تعكسوش. تمام؟ كده دي ممكن تعمل استابلايزيشن او باربيشن. لو عاوز تبقى ايديال قوي ومش عارف تحرك ايدك مع ايده بكل بساطه، حط الترابيزه بس تكون ارتفاعها في نفس مستوى الاكزيلري. ايه هي السبستيوشنز اللي ممكن تحصل؟ وركز معايا في اول واحده، لونج هيد اوف درايف والقطه كده وحرصها دلوقتي. يبقى اللونج هيد اوف درايف ممكن تعوض اللايف اوف بول بتاعها معديه ورا، فلو اشتغلت هتساعد تعوض. وهي لو اشتغلت هي اسمها درايف بتعمل ايه؟ اكستنشن. فمؤكد هو لو حاول يعوض بيها هيعمل ايه كمان؟ الالبو اكستنشن. فهتلاقيه بيعمل ايه؟ والالبو اكستندد. يبقى شرط اساسي في المسل تيست بتاع الهوريزونتال ابدكشن ان الالبو يكون سيمي فليكس. يبقى سيمي فليكس دي النهارده سمعناها في كام تيست؟ ثلاثه، شولدر فليكشن، شولدر اكستنشن، هوريزونتال ابدكشن، عشان تتجنب سبستيوشنز معينه. السبستيوشن اللي بعد كده رومبويد. رومبويد فكرني بالتست بتاعها، مش هي كانت بتعمل كده؟ انا بجيب دراعك لورا، الزاويه كانت اقل من 90. فهو نفس القصه، لو انت مش واخد بالك من الزاويه ابدكشن 90 ودراعه ده اقل من 90، يعني ارتفاع الترابيزه ده ما هوش في مستوى الشولدر. يعني زاويه الابدكشن ستارت بوزيشن اقل من 90. كده هيعوض مين؟ رومبويد. لازم تخلي بالك. ترانك روتيشن خاصة من وضع السيتنج، لو انت مش مثبت، شايفين التثبيته دي؟ شايفين السيرابس مثبت ازاي؟ صوت بس مثبت وبيعمل باربيشن في نفس الوقت. يبقى لازم تثبت الترانك كويس. لازم تثبت الترانك علشان ما يلفش في جزره. تمام؟ يبقى السيرابيزيشن هنا مطلوبة جدا. يبقى دي خليت بالك من التست بوزيشن، دي بوزيشن ودي الاستابلايزيشن. عكس الشولدر هوريزونتال ادكشن هو هوريزونتال ادكشن. مين البرايمري؟ لا، بيكتوراليس ميجور. عضله محترمه جدا كبيره. كروس سكشن بتاعها كبير. اسمها بيكتوراليس ميجور. برايمري. في سوق على فكره اغتيال، حضور اختياري، حضور اختياري. لو عاوز يحضر يحضر، بس حضرتك مطالب بالمحاضره. اكسسوري ماسل انتيريور دلتويد. اناتوميكال العضله المحترمه دي مقسمه كلافيكولار بارت وسترنو كوستال بارت. حتى كل واحده بتاخد منها سبلاي مختلف. دي سي 5 6، دي سي 6 تي 1. عشان كده هي ليها اهميه كلينيكال. ده احد الادوار الرئيسيه للمسل تيست. الاعصاب. لو بيشنت حصل له سيرفايكال سباينال كورد انجري، تقدر تفرق لك الليجن دي حصلت في الابر سيرفايكال ولا اللور سيرفايكال. اللي فوق واخده من سي 5 6 واللي تحتانيه واخده من سي 6 تي 1. كلينيكال تقدر تفرق عن طريق النيرف سبلاي. نتكلم عن مسل تيست اوف بيكتوراليس ميجر كهوريزونتال ادكتور. لو هعمل تيست للعضله كلها على بعض حته واحده ستارت بوزيشن سوباين 90 90، يبقى 90 شولدر ابدكشن و90 البو فليكشن، وهعمل كده. يبقى ده الستارت. احط الريزيستنس فين؟ الاحسن احطها على الهيومرس ولا اباف الريست؟ الاصح الهيومرس، لان انت لو اديت طبعا الريست هيبقى اصعب، ليفر ارم اكتر. كمان اباف الريست لازم الالبو فليكشرز يبقوا اقوياء، لان لو هم مش اقوياء مش هتعرف. يبقى ابعد عنهم خالص وادي الريزيستنس فين؟ الهيومرس. طيب انا ممكن اعمل ايزوليشن للكلافيكولار بارت بس. يعني ايه كلمه ايزوليشن؟ يعني اضمن ان معظم الاكشن يكون طالع من الكلافيكولار بارت. الاسترنو كوستال ممكن يشتغل، ممكن يشتغل بس بصوره اقل شويه. تمام؟ هغير في الستارت بوزيشن، بدل ما كنت هبدا من 90
هبدأ من 60 وأحرك دياجونال بالقطر، يبقى هبدأ من تحت وأوصل لفوق. تمام؟ من 60 وأطلع فوق. طيب الاسترنو كوستال العكس، ابدأ من 120 وانزل تحت. طبعا الكلام ده واضح جدا في الفيديو. يبقى ده الاسترنال، ابدأ من 120. الكلافيكرار ابدأ من 60. العضلة على بعض 90. ده سورس اوف ام اس كيو كويتشن. جريد 3 لو ما افتحناش اي ريزيستنس، طبعا ايدك اللي ماسكه دي جاست تو مينتين التست بوزيشن مش اكتر، عشان بس القلبه ما يروحش ويجي معاك. جريد 2 1 و 0 جرافتي مينيمايز ذا ايديا، تخليه على تيبل هورزونتال سيرفيس سموث. بس في الحاله دي عيب البوزيشن ده ان انت مش هتقدر تعمل ايزوليشن للكلافيكر عن الاسترن، كده بتعمل تيست للعضله كلها حته واحده. لو حضرتك مصمم قوي تعمل ايزوليشن في جريد 2 1 و 0 يبقى هتعملها من سوباين برضه، بس في الحاله دي هتعمل سبورت للويت بتاع الابر ليم. اوكي؟ بربيشن بتاعها واضح جدا، عضله بربيشن الكلافيكال بارت تحت الكلافيكال تنمل تحت شويه قريبه من الاكزيلا، فالبربيشن بتاعها فيرس بربيشن. ممكن يعوض الترانك روتيشن، يعني هو بيحاول يعمل كده ممكن يحرك الترانك تحت يعمل ترامب فيشن، فلازم تبقى كونسيرفت ترامب فورس. اخر حركه في الشولدر بعتبرها حركه واحده اللي هي شولدر روتيشن. نفس البروسيجر اللي هنعملها في الشولدر اكسترنال روتيشن هو اللاتر روتيشن، هي نفسها بس هستخدمها في الشولدر ميديا روتيشن او انترنال روتيشن. الفرق ان بتعكس اتجاه الحركه، بتعكس اتجاه الريزستنس، والعضلات تختلف. بالمناسبه يعني في ناس قاعده لغايه النهارده ومش عارفه تفرق بين شكل حركه اكسترنال روتيشن والانترنال، ما تتكسفش. يعني في واحد دخل في الفاينلز انا قبل اللي فاتت قلت له اعمل لي ماسك تيست شولدر اكسترنال روتيشن، لقيته بيعمل سوباينيشن وبرونيشن، مش عارف الروتيشن طالع من الراديو المر ولا طالع من الجلينو هيومر، ده يستاهل يتخرج؟ جروب ايه قالوا يستاهل. ده دماغه نفسها فيها روتيشن، تمام؟ ما يستاهلش يتهرب، ما ينفعش، ما ينفعش. طيب وريان عليه لازم اضحي شويه ويحصل شويه ماسل سبازم. انا لو نايم برون وعامل كده 90 90 ده بسميه بسمي ده الميد بوزيشن او النيوترال، نيوترال روتيشن صح؟ لو عملت كده اكسترنال ارجع للنيوترال، لو عملت كده فيها لبس ده من ابدكشن. طب افرض دراعي جامد في ابدكشن، لو عملت كده لو عملت كده لازم اقول والله في ناس تخيلوا نقعد نشرح كده وندخل في المصري تيست والسبستيوشن والبيست بوزيشن وازاي تمنعها وهو مش عارف شكل الروتيشن اساسا اكسترنال ولا انترنال. تخيل نرجع لاكسترنال، الاكسترنال سواء اكسترنال او انترنال، سواء الوضع اللي هو اجينست جرافيتي او جرافيتي مينمايز هتستخدم برون او سيتنج. سواء اكسترنال او انترنال، جرافيتي ريزيستنت او جرافيتي مينمايز هستخدم برون او سيتنج. مين الاحسن في كل الاحوال؟ سيتنج. سيتنج وهقول ليه؟ بس هنشرح الاثنين. فلو هتكلم على برو اكسترنال روتيشن اجينست جرافيتي 5 4 المريض هيبقى نايم برون نفس البوزيشن ستارت بوزيشن اللي خدناها في الدكتور دوتوير ويعمل اكسترنال روتيشن. حضرتك هتدي ريزيستنس على الفور ارم. حد يفكرني كده كان مركز معايا في اول محاضره مش يا دكتور قلت لنا ميدي ريزيستنس على السيجمنت اللي هي جاست ديستنس للجوينت اللي هيتحرك، هو مين اللي هيتحرك؟ كده المفروض نظريا تدي ريزيستنس فين؟ على الهيومرس. هل انا بمسك الهيومرس كده ومقاومها ولا بدي ريزيستنس فين؟ على الفور ارم. ليه؟ لان عشان تعرف تحكم الحركه اللي بتشتغل كويس ويبقى في ليفر ارم محترم يبقى لازم اديها ايه؟ على مور ديستال سيجمنت اللي هي مين؟ الفور ارم، يبقى لازم يكون الالفو
الاكسل لازم يكون القلبه ايه؟ مش هتعرف تعملها الا اذا كان القلبه ايه؟ فيكسل. على فكره زيها بالظبط في اللور ريم بنيجي ناخد ايه؟ الهيب روتيشن. اكسترنال هيب روتيشن وانترنال هيب روتيشن. هتدي ريزيستنس على اللور ريم مش هتديها على الهيب. تمام؟ وضحت؟ دي اول نقطه. ثاني نقطه هتدي ريزيستنس على الفور ارم. طب ايديك الثانيه تعمل ايه؟ تعمل على القلب حاجه في اتجاه العكس اسمها كوارتر بريشر ستابلايزيشن. لو جيت في الكتاب كلمه كوارتر بريشر معناها ايه؟ ستابلايزيشن. طيب خلي بالك ممكن يكون نايم على برنس الايدج بتاعت البرنس شارب شويه حاده شويه فيبقى انكمفورتبل فما يطلعش من الماكسيموم بتاعه. ممكن تجيب تاول تطبقها وتحطها تحت الهيومرس بينها وبين السرير بحيث يبقى كومفورتبل وكمان تحافظ على الهوريزونتال بوزيشن. نخلي بالك السرير لو هو طري قوي الهيومرس هتنزل شويه في هوريزونتال ادكشن صح؟ انا عاوزها هوريزونتال. واضح؟ يبقى وظيفه التاول لو حطيتها كومفورتبل وهوريزونتال. افرض مفيش تاول ممكن ايدك دي لو هي كبيره شويه لو ايدك كبيره في نفس الوقت اللي بتعمل كوانتر بريشر على الالبو تحل محل التاول كمان وتعمل حافظ على الهوريزونتال بوزيشن ويبقى كومفورت. وهنشوف العضلات اللي قلنا عليها من شويه اللي هم الانفرا سباينيتس والتير سماين. احنا معلش احنا ما ذكرناش اسماء العضلات صح؟ انفرا سباينيتس والتير سماين. اي عضله منهم ماسكه في الرقبه مفيش الاناتومي واضح قدام العين ولا حتى اللي بيساعدوهم ماسكين في الرقبه. يعني بوستير دلتويد بتساعد في الاكسترنال والسوبرا سباينيتس لو الشولدر ابدكتد بتساعد في الاكسترنال برضه دول مش ماسكين في الرقبه. وبالتالي هل وضع الراس يفرق معايا لافف في الناحيه دي او لافف في الناحيه الثانيه؟ فلو سمعت في الفيديو الثيرابيست بتقول خليه يبص للناحيه الثانيه ما تاخديش في معلومه حتى لو كانت بتعرف ايه فوق الا اذا كنت حضرتك او كنت حضرتك مقتنع بيها. انا حتى لو بشرح في المحاضره اي معلومه وانت مش مقتنع بيها تعالى ناقشني ما تقنعني اقنعك. يبقى حتى لو هي قالت في الفيديو خليه يبص للناحيه الثانيه قولي لها ليه؟ مفيش ولا عضله اللي بيعملوا اكسترنال او حتى بيساعدوا في الاكسترنال ماسكين في النك. تمام؟ يبقى ملهاش سبب مقنع. طيب نرجع تاني للسلايد اللي فاتت. العضلات بتوع اكسترنال انفرا تيرس ماينر سوبرا سباينيتس دول ثلاثه من اربعه كان اسمهم روتيتو كاف. رابع بتاعتهم كان اسمها ايه؟ رابع عضله في روتيتو كاف سب سكابيولاريس يبقى انفرا سباينيتس تيرس ماينر والسوبرا سباينيتس والسب سكابيولاريس الاربعه اسمهم ايه؟ روتيتور كاف. ممكن يجي لك سؤال ام سي كيو كل الروتيتور كاف بيعمل اكسترنال روتيشن في الشولدر ما عدا السب سكابيلز. هناخدها فعلا في الانترنال هي البرايمري في الانترنال روتيشن. اوكي؟ طيب سيتنج اجينست جرافيتي او بمعنى اخر جرافيتي ريزيستنت. هو نظريا وضع السيتنج لو انا بعمل روتيشن كده ده يعتبر جرافت من مايز. طب ليه يا دكتور انت قعدت وبتديله قامه مع ان الوضع ده ايه؟ جرافت من مايز. وايه اللي فرق معانا في وضع السيتنج؟ انت بتعمل هنا روتيشن ودراعك جنبك بتديله ادكشن اما البرون كان فيه ايه؟ 90 درجه ادكشن. مين الاحسن؟ تصور قال لك لا السيتنج هو الاحسن عشان دي يعني انت ضحيت بالجرافيتي اللي هي صوب الباسل تيست في سبيل ان الابحاث الحديثه والايفيدنس في الام جي اثبت ان الانفراسباينيتس بتشتغل احسن تعمل اكسترنال روتيشن فروم زيرو ابدكشن. انا لما اعمل اكسترنال بتاعي جنبي الانفرا بتشتغل اكتر عشان كده قال لك لا يبقى البوزيشن ده احسن. طب نعوض قصه الجرافيتي بايه؟ كتر الريزيستنس شويه بدل المره اللي فاتت انت كنت بتدي ريزيستنس بسيطه لا المره دي ادي كتير. خلي بالك الوضع اللي فات ده اساسا نسينا نقول وضع الشولدر فليكشن شولدر ابدكشن اكسترنال روتيشن زي ما خدته في البايو ميكانكس ده بسميه لوس باك بوزيشن. يعني ايه لوس باك بوزيشن؟ يعني ده
اقل وضع في الاستابيليتي في الشوت، اقل وضع في ايه؟ في الاستابيليتي. يعني انت لو اديت ريزيستنس وتعافيت عليه ممكن تعمل فيه ايه؟ تخلعه. عشان كده بيقول لك لو هتدي ريزيستنس اباب الريست بصباعين اتنين بس، لو هتدي بروكسمال فور ارم قلل الليفر ارم فاديها بروكسمال، ممكن تدي في ايدك كلها. الهدف من القصه دي ايه؟ قلل الريزيستنس برون، عشان الوضع ده خطر خاصة لو هو اولد ايج. لا تعالى بقى في السيتنج، السيتنج ادي ريزيستنس زي ما انت عايز. يبقى كده السيتنج بقى فيه مستين، هو الوضع اللي بيشغل انتراسبيريس اكتر، والوضع اللي يستحي يقلل ريزيستنس من غير ما اخاف من الاستابيليتي. عشان كده السيتنج المفضل اكسترنال روتيشن. واضح؟ انا حاسس ان في كلام، حد قاعد غصب عنه. ده الدايمومتر جريد 3، شايفين هذه التاول اللي بقول لك عليها؟ روم جريد 3 من سيتنج. طبعا ايدك دي بس جاست تو مينتين التست بوزيشن عشان البو ريفلكس، او هو مشغل البايسس خلاص. 2 و1 و0 من سيتنج تخليه سبورتد على تيبل، بحيث يبقى الوزن بتاع الارم ايه؟ سبورتد. في الحاله دي لو جاب 4 رينج الوضع ده يبقى ايه؟ جريد 2. خلي بالك ممكن هنا يحصل سبستيوشن عن طريق سوبلينيشن، لو هو ضحك عليك وعامل كده زي زميلنا اللي ما كانش عارف الروتيشن جاي منين، فكده ايه؟ ممكن يتخيل لك ايه؟ ان هي سبستيوشن سيستم روتيشن. لو عرفت تعمل جريد 2 من برون، عدل في وضع الدراع، خرج دراعه بره السرير والايبو يبقى اكستندد، وهيلف دراعه في ايه؟ اكسترنال روتيشن. برضه خلي بالك من السبستيوشن. او ممكن تحطه انت في التست بوزيشن، يعني هو نايم برون، لف انت دراعه وحطه في التست بوزيشن، وشيل ايدك وقول له هولد ذيس بوزيشن. يبقى انا وصلته للفاينل تيست بوزيشن بالجرافيتي مينيمايزد، وشلت ايديا وقلت له ايه؟ حافظ على البوزيشن. كلمه حافظ على التيست بوزيشن، لو هو حافظ يعني كانه حقق الفول رينج بالجرافيتي مينيمايزد، يبقى ياخد جريد 2. فهمنا جت ازاي؟ وطبق الكلام ده على اي حاجه في الماسل تيست. يعني اما انت توصله للتيست وتقول له حافظ على التيست بوزيشن، او يعمل الرينج سواء ده او ده صح. سيرفس اناتومي بديع للانفراسباينيتس، واضحه جدا اهي الانفراسباينس فوسا، من اسمها انفرا تحت سباينس بروسس بتاع الاسكابلا، يبقى هي العضله اللي تقع تحت السباينس بروسس بتاع الاسكابلا. سيريس ماينور سيرفس اناتومي تحتها، لو حطيت الاثنين على بعض تبقى الانفرا مغطيه جزء من التيريس ماينور. انترنال عكس كل الكلام اللي فات، عكس الاتجاه ما عدا بس اعرف اسماء العضلات. برايم موفرز سب سكابلاريس، اهم واحده برايمري، في اثر برايمري عندنا اللي هم الكلابيكولا بارت اوف بيكتوراليس تسمس دورسايد تيرس ميجور، كل دول برايمري بس اهم واحده مين؟ سب سكابلاريس. اكسسوري انتيرو دلتويد، انتيرو دلتويد النهارده بنذكر اسم الدلتويد في سابع حركه، يبقى اسمها داخل في كل حركات الشوز ما عدا شولدر ادكشن اللي احنا مش هنشرحه في الماسل تيست. الماسل تيست مش هنشرح فيه شولدر ادكشن في نقطه اتنين، علشان العضلات اللي بتعمله داخله في حركات ثانيه اوريدي. تمام؟ يبقى كل الماسل تيست اللي بيتشرح في شولدر الدلتويد داخله فيه، سواء بقى برايمري اكسسوري انتيرو ولا بوستيرو ولا ميدل، المهم انتيرو مستحوذه على مين؟ على مين؟ على مين؟ على الشولدر. واحنا بنشرح فيها اساسا. تمام؟ الرينج بتاع انترنال اقل من اكسترنال. نفس الحركه بس تعكسها. تمام؟ بس في بريكوشن بسيط. لو عضلات الاسكابلا ضعيفه لازم حضرتك تثبت الاسكابلا لو هي ضعيفه بالوضع ده، بوضع البرو او نايم في بوينت. نفس اللي قلناه، بس برجع برضو اعرفك عشان تبقى فاهم. انت قلت لي سيتنج حلو في كل الاحوال، هو الاحسن صح؟ طب في حاله الانترنال المره اللي فاتت قلت لي عشان الانفرا، طب في حاله الانترنال الابحاث وجدت والله غير اختياري، والله ضحك
مره صايم والله يا جماعه مره ثالثه اللي هي الاختيار اللي عاوز يحضر يحضر اللي عاوز يمشي يمشي انا مش عاوز افهم كتير يعني بس لا انتوا اضطريتوني ازاي يعني وجدوا الابحاث ان السالس كابريلاس اناتوميكال مقسمة لأبر سالس كابريلاس ولور تصور رونية عضلة واحدة في الجزء الفوقاني سبلاي بنيرف أبر سالس كابريلاس والتحتاني باللور سالس كابريلاس نيرف حاجة رائعة وجدوا بالأبحاث في الإم جي إن العضلة كلها على بعض الجزء الفوقاني والتحتاني بيشتغلوا بالوضع ده لو أنا بعمل انترنال روتيشن بتلاقي كامل طب لو أنا عملت انترنال روتيشن روك ابداكتد بوزيشن الجزء التحتاني بقى هو اللي واضح؟ طبعا مش هو بس بقول يعني اكتر يعني عشان تبقى ابقى دقيق يبقى لو عاوز تشغلها كلها يبقى اعمل انترنال روتيشن فروم زيرو ابداكشن عاوز تركز اكتر على اللور بارت اعمل فروم ابداكشن واضح؟ عشان كده السيتنج المفضل ايه؟ عشان تشغلها كلها واضح؟ طبعا ادي ريزيستنس زي ما انت عايز داينامومتر جريد 3 من 1 و 0 نفس الكلام واعكس السبستتيوشن برونيشن او كرانك روتيشن تمام نفس الكلام اللي اتقال سيرفيس اناتومي عشان تعرف ان هي عضله دي بتقع في السنتر بتاع السنتر بتاع الاكزيلا سنتر جوه عميقه بين العضلات فحضرتك لو ما قدرتش توصل لها ايه البديل في البالبيشن؟ تاني واحدة سكند بيرسون في الانترنال روتيشن سب سكابيولاريس عضلة سوبرفيشال ما عندكش حاجة بقى تعمل برضه انترنال روتيشن يبقى أنا لو ما قدرتش أوصل لسب سكابيولاريس أدور على مين؟ أدور على مين؟ على البكتوراليست ميجور فاضل عندنا ثلاث حركات فقط ناخد ريست 30 ثانية نفس من غير كلام أول موفمنت احنا اوريدي تعرضنا ليها أول محاضرة اللي هي الهيب فليكشن مين اللي كان بيعمل الهيب فليكشن أشهر واحدة بس هي الواحدة بتعمل لا حضرتك في حاجة اسمها براكيالس وبريكيوراديالس الوحيده فيهم اللي مكمله ومعديه على الشولدر هي البايسس اكسسوري تعرف انا خدت حاجه اسمها ايه؟ كومن بريكتور اورجن اللي هو ميديا هيومرال ايبوكوندايل ولاترال ايبوكوندايل اللي هو كومن اكسسوري اورجن في عضلات ماسكه في ايدك والفور ارم عادية على القلب وماسكه في دول. ففي عضلات ماسكه في الكومن فليكسور اورجن. كون ان هي عدت على القلب يبقى هتشتغل على القلب حتى لو بصوره ضئيله. من ضمن العضلات دي اللي ممكن تساعد في فليكشن مين؟ برونيتور تيرس فليكسور كارباي ادياس فليكسور كارباي الناس اكستنسور خلي بالك اكستنسور كارباي رادياليس لونجاس بتساعد في فليكشن. وبالمارس لونجاس لو هي موجوده. تمام؟ نظريه في الكتب القديمه اعرفها برضه عشان لو حد سالك فيها قال لك انا ممكن اعمل ايزوليشن لكل واحده من الثلاثه باي او براكيالس او بريكوراديالس كلام الامتحانات لو انا هعمل فليكشن فروم سوباينيشن كده بعمل ايزوليشن للباي لو انا هعمل ده الدينامومتر فليكشن فروم برونيشن بعمل ايزوليشن لو هعمل فليكشن فروم ميد بوزيشن او نيوترال اللي هو اللي هو سوباينيشن او اللي هو برونيشن كده بعمل اكزيشن لمين؟ ريكوراديالس كلام ياكل درجات حلوه قوي في الامتحانات لكن نظريا نظريا الكلام ده ايه؟ اثبته في الابحاث الحديثه ان حضرتك لما بتدي ريزيستنس كلهم بيشتغلوا تمام؟ فانا لازم اعرفك بس ايه اللي موجود دلوقتي ثانيا اتضح
البراكيالس اللي هي العضله الشفافه الصغيره دي، ده اهم واحده فيه، ده اهم من الباي. تصور معظم القوه بتاعت السكشن بتطلع براكيالس، بتشتغل كل انواع الكونتراكشن، كونسنتريك واكسنتريك كل، بيسموها الورك هاوس اوف البوفليشن. سبحان الله لو تعمقت في النيرفس ابلاي هتكتشف ان هي الوحيده اللي فيهم اللي بتاخد نيرفس ابلاي من اثنين نيرف. ارجع لها ادور عليها تاني. اما الباي بتاخد من نيرف واحد والبريكو راديالس نيرف واحد. فهي العضله الاساسيه هي اللهو الخفي في الايدو فليكشن. مين؟ براكيالس. رغم المشكوره مين؟ بايسبس. نرجع تاني. يبقى بوزيشن ده طبعا شفناه في اول محاضره وعرفنا الاجينست جرافيتي والريزيستنس طبعا تعرضنا ليها وستابلايزيشن والجرافيتي مينمايز عرفناه كويس طبعا سواء الفرونت شولدر فريكشن او الابدكشن 90 بالبيشن ديفايد طبعا اللحم ماسل بيدي انتيرو اسبكت وذا ارم ده ايه؟ ده الباي ماسل بيدي والتندون بتاعها اهو من فوق الهدوم اهو ده التندون بتاع الباي حرك القلب كده رايح جاي هتلاقي حبل كده تحت ايدك ميديال بقى للحبل ده المفروض براكيالس طبعا ديب ديب شويه بريكو راديالس بتشكل الفص ده اللي هو البوردر بتاع الكيوبيتال فوسا في الفور ارم من فوق معنى كده ان البالبيشن بتاع الباي سهل جدا ده اللي يدخل الامتحان ما يعرفش يطلع الباي هنقول له ايه؟ بس كل الجروبات قالتها لوحدها من غير ما نعرف ما يعرفش يطلع الباي خلصانه الجرافيتي من المايز ممكن تنعيمه سايد لاين دبل فيشن بريكو رادياليس وبعدين انا اخبرتك عاوز تمشي دي خامس مره اشرحها لازم اخلص فايليشن بروجيش عاوز تمشي تمشي سبستيتيوشن افهم بقى افهم بقى انت لو فاهم الكيس هتفهم ايه سبستيتيوشن ازاي يا دكتور انت كاتب في الكتاب الشولدر اكستنشن بيعوض الكونفليكشن انا احفظها وخلاص لا مش عاوز اركز هي حصلت ازاي أرجوك أرجوك وأنا صار اديني فرصة اديني فرصة أشهر يعني ما تتكلمش مش عاوز تسمع حضرتك بمنتهى الاحترام كله مسجل السجل ده هينزل على 4 تيم على فكرة أه والله سمعة جروب دي هتبقى فيه ارجع لي كده للتست يا دكتور بتاع الباي بص السيرابست كان بيعمل ايه؟ كان بيثبت هنا وبيدي ريزيستنس هنا صح؟ السيرابست ما اتصلحش كويس مش مركز بدل ما يدي ريزيستنس لا ثبت هنا ما هو ريزيستنس يعني بتعاكس الحركه انت بدل ما تعاكسها منعتها خالص ثبتها مكانها طب انت مش المفروض في الماسل تيست تثبت بروكسيمال طب افرض هو خالف القواعد وثبت ديستال والمريض عاوز يعمل فليكشن يبقى هيتحايل هيحرك مين؟ البروكسيمال بارت يبقى لو انا مثبت الحته دي كده ماسك فيها كده لو انا عملت شولدر اكستنشن هيتهيأ لي انه عامل ايه؟ البو فليكشن يبقى حصلت ازاي؟ الثيرابيست المحترم بدل ما يثبت بروكسيمال ثبت ايه؟ ديستال اخلي قاعده ايه؟ انهي نقطه من الثلاثه؟ استبلايزيشن انت ما حطيتش الاستبلايزيشن في المكان الصح عرفت حصلت ازاي؟ يبقى دي اول سبستيتيوشن بعد كده الريست والفينجر فليكسورز انت قلت لي حضرتك هم معديين على القلب وبيساعدوا مساعده ضئيله طب افرض انت اتوسطت وشغلت صوابعك كده جامد وعملت فليكشن في الريست انت قاعد تعمل لهم فايرنج انت كده بتساعد في القلب فليكشن بطريقه غير مباشره يبقى شرط اساسي لما تيجي تعمل باص تيست للقلب فليكشن عضلات الريست والفينجرز يكون ايه؟ حرك الفور ارم من غير ما تحرك صوابعك من غير ما تحرك الريست حرك الحته دي بس ريح الحته دي لان دي محتاجه تركيز جامد
محتاجه كنترول جامد. عشان كده العيانين بتوع الاور موتور نيورون ليجن ما بيقدرش يريح حته ويسيب حته. لكن الحمد لله النورمال سي ان اس زينا تقدر تشغل القلب وتريح مين؟ وتريح الهاند والريست صح؟ يبقى حضرتك اعمل لي البو فليكشن وصوابعك مريحه. ما تشدش صوابعك في فليكشن ولا اكستنشن. يبقى ام سي كيو ماست مانيوال ماسل تيست البو فليكشن. الريست يكون ريلاكس ولا فليكس ولا اكستندد ولا سبورتد؟ ريلاكس. واضحه؟ عرفنا جت ازاي؟ يبقى هو كان اخل بشكل الاكشن. انا عاوز اعمل الاكشن البو فليكشن ويساوي فينجر او ريست فليكشن. ده السيرفيس اناتومي بتاع بريكوراديالس. الالبو اكستنشن مين البرايمري؟ تراي. تراي يعني جهه ثلاثه ثلاث رؤوس. الراس الوحيده فيهم اللي بعديها على الشولدر نوب هيك. نوب هيك. الميديا واللاترال مش بعديها على الشولدر. اكتر واحده اكتف بتشتغل في كل انواع الكونتراكشنز الميديا هيك. طبعا في عضله غلبانه اسمها كونيوس بتساهم مساهمه ضئيله في الاي بوكس. اه ركز بقى الترايسبس او الاي بوكس تنشن اجينست جرافيتي عندك ثلاث بدائل ثلاثه بوزيشن. اول بوزيشن برون 90 90 بس المره دي ايه؟ انا هحرك الفور ارم كده عملت ايه؟ اي بوكس تنشن. يبقى 90 90 نيوترال روتيشن في الشولدر اعمل اي بوكس تنشن. تعالوا نتكلم على بوزيشن الاولاني ده الاول. انا ذكرت اسم الترايسبس النهارده في حته ثانيه مش فاكر كان ايه بقى انهي موفمنت شولدر ايه؟ هوريزونتال ابداكشن. شولدر هوريزونتال ابداكشن قلت لي ان هي ممكن تعمل ايه سبستيوشن يعني ممكن تساعد. طب ما انت حاطط المريض في وضع الهوريزونتال ابداكشن يعني مخليها شورت على مستوى الشولدر فهو لو كمل كمان اكتف قلبه اكستنشن يبقى انت كده هتخليها شورته على الشولدر وشورته على الـ على الالبو انت كده بتعمل فيها ايه؟ تعجزها. انت كده خليتها شورته على الشولدر وشورته على الالبو يبقى انت كده بتعمل فيها اكتف انسبشنز. عشان كده بيقول لك ده يعتبر ليس اكتف بوزيشن ما بتقدرش تطلع كامل القوه بتاعت التراي في الوضع ده انت كده معجزها شويه. لازم تعرفه الوضع طبعا نتكلم في نفس الوضع الاول لما جت ريزيستنس تستوعب اللي هتبقى ريزيستنس هل دي كومبليت البو اكستنشن ولا لازم انزل سنه؟ ليه انزل سنه؟ عشان افويد اللوك بوزيشن. لو حضرتك عملت كومبليت البو اكستنشن انت كده عملت لوكينج جوينت كده مش هتقاوم العضله بس انت هتقاوم العظم كمان مش ناقص انا عاوز العضله بس يبقى لازم تنزل 20 درجه كده على الاقل تو افويد اللوك بوزيشن ده الديست بوزيشن. نفس الكلام في الركبه لما نيجي ناخد ان شاء الله في اللور الكوادريسبس ما ينفعش ندي ريزيستنس كومبليت دي اكستنشن لازم الايه الركبه تنزل سنه عشان افويد ايه اللوكد بوزيشن. يبقى الالبو زي النيه بالظبط. ده الدايناموتر بتاع التراي من نفس الوضع جريد 3 كومبليت رينج. البوزيشن الثاني البديل من سيتنج هيبقى عامل كده. ابداكشن 90 انترنال روتيشن هو طبعا جربوا كده على نفسك هتلاقيه صعب شويه. كانك لوي براوس. قعدوا في المحاضره غصب عنك. هو بس هو ده بوزيشن يعني ممكن تعمل اكستنشن بالشكل ده. يبقى من الوضع ده ابداكشن 90 انترنال روتيشن في الشولدر انا ممكن اعمل كده. يبقى كده عملت ايه؟ البو اكستنشن. يبقى ده سيتنج. البوزيشن الثاني من السوباين ملوش صوره هنا اللي هو ايه؟ سوباين عامل فليكشن 90 بادئ كده شولدر فليكشن ايه؟ 90 ويعمل اكستنشن. يبقى الترايسس البو اكستنشن ممكن اعمل لها تيست اجينست جرافيتي برون سوباين سيتنج يعني في اختيارات متعدده كل وضع ليه مزايا وعيوب. جريد 2 زي الباي هوريزونتال الباين مش كان بيعمل كده؟ التراي هيعمل كده. الشولدر في نيوترال يبقى حضرتك صححي في الكتاب صفحه 43 ثالث سطر. الناس كده ما تصحى ثالث سطر من فوق صفحه 43 جريد 2
ليه بوك اكستنشن؟ اشتغل على انترنال روتيشن في الانترنال خليها نيوترال يبقى البوزيشن بتاع جريد 2 ترايسبس فروم نيوترال روتيشن شولدر. مش ده نيوترال عشان لسه دلوقتي ماسك الروتيشن على نفسي، ده نيوترال روتيشن هو ده الاكسترنال وده الانترنال. يبقى لما انا ابقى عامل كده ده ايه؟ نيوترال صح؟ جريد 1 و0 البربيشن بتاعها سهل جدا. وصلنا لها. تمام؟ طيب بص الصوره دي كويس. القطع عامل سكرين شوت كده. بعد كده تعال نتكلم في السبستتيوشن. ازاي تحسب؟ لو عرفت تحسب هتعرف. البوزيشن بتاع الجراف المينيمايز بتاع حضرتك شو هو الدكتور؟ انت لسه قايل دلوقتي بس بتقلب مشط في الكتاب على الانترنال وخلاها نيوترال. طب افرض بقى هو ضحك عليك وخلاها اكسترنال اللي هو عامل كده، يعني كده خلى مستوى الفور ارم اعلى من الارم، مش كده؟ الفور ارم بقى اعلى من الارم، يبقى كده هيهبط بالجرافيتي، كده هيحصل البو اكستنشن عن طريق جرافيتي، يبقى عن طريق اخلالي بالتست بوزيشن انا اديت فرصه لمين يساعدني؟ الجرافيتي. فاكرين لما قلت لكم في الشريحه بتاعت السبستتيوشن في الانترودكشن ان السبستتيوشن ممكن تكون اكتف او باسف، يعني مش لازم تكون عضله، ما الجرافيتي مش عضله باسف، بس عن طريق ان هو غير في البوزيشن ادى فرصه للجرافيتي تعمل باسف سبستتيوشن. يبقى طبعا ده حاسس ايه؟ اعمل البوزيشن صح، مش متحكم فيه، هو خليه يحط دراعه على الترابيزه. في الحاله دي هتضمن ايه؟ ان هوريزونتال، لا هيطلع في اكسترنال ولا هينزل في انترنال. صح؟ تاني سبستتيوشن. نفس الوضع جريد 2. السيرفست كده مركز هنا ونسى وثبت الديستال جارد. ومشغول كده مركز في ايده الثانيه وقاعد يعمل بالبيشن وهو ايه؟ قاعد مثبت لي الديستال جارد. فالمريض لو حاول يحرك هيحرك البروكسيمال هيعمل ايه؟ هوريزونتال ادكشن في الشولدر. فلما تقرا كده ايه الدكتور ده؟ ايه اللي جاب الهوريزونتال ادكتورز للترايسبس؟ هما دول معديين على الالبو مش معديين، بس عرفنا كانت ازاي؟ لما حضرتك ثبت ديستال هو حرك مين؟ بروكسيمال. فتهيأ لك ان حقه عمل ايه؟ اكستنشن. يبقى انت تلتزم بقاعده ايه؟ ثبت سبب بروكسيمال ما ثبتش ديستال. فهمنا جت ازاي؟ اخر حركه وبعدين اخر حركه هم حركتين اضموهم حركه واحده سوباينيشن ورونيشن. بالاضافه فور ارم سوباينيشن اند رونيشن. يعني ممكن السوباينيشن ورونيشن يحصل في حته ثانيه في جسمك. اثنين فوت الفوت فيها سوباينيشن ورونيش تاكسين جيت اناليسيس. طيب برضه بعيد تاني هو كلام الناس هتزعل منه ويقول لك كلام عبيط. في ناس لغايه النهارده وهو بيحكي لك بيساله في التست يقول لي فور ارم سوباين فور ارم برون. هي كلمه سوباين هي سوباينيشن وبرون هي برونيشن؟ لا، في ناس والله في ناس بتعمل، في ناس بتكتب يعني الامتحان لو في كتابه شرط نص في ناس بتكتب. تمام؟ يا ريت دي حاجه ودي حاجه. طيب مين برايم اوفرز سوباينيشن؟ بايسبس سوباينيشن الاثنين برايم، بس دي لها شرط الباي تعمل سوباينيشن كومبايند ويز البو فليكشن، هي اساسا البو فليكشن. اما السوباينيتو مش فارق معاها بيور سوباينيشن سواء اكستند او فليكسبل مش فارق. الاثنين برايم. معنى ذلك حضرتك يعني لو انت الالبو اكستندد وانت مثبته الجزء الفوقاني ده وقعدت تعمل سوباينيشن وبرونيشن، مين اللي بيعمل سوباينيشن هنا؟ سوباينيتو اكتر من البايسبس. التست بوزيشن ما بيفرقش معاك جرافيتي او سيتنج دراعه جنبه. التست عشان تقيم الرينج ابدا لو انت هتقيم سوباينيشن حاسبه على الرينج من اول الفول برونيشن لغايه الفول سوباينيشن، ما تحاسبوش من الميد لاين
ليه؟ لان الفول برونيشن الحته دي اجينست بعد كده نزلت تعويز جرافيتي انا يهمني الحته اللي هي كانت ايه؟ اجينست تمام؟ يبقى حاسبوه على الرينج من اول ايه؟ الفول برونيشن والعكس برضه في البرونيشن حاسبيه على الرينج من اول الفول برونيشن. شرط اساسي وهو بيعمل سوبينيشن عضلات الريست والفينجر تكون ريلاكس لان لو هو شد الريست اكستنشن كده ممكن يعوض سوبينيشن والعكس صحيح في البرونيشن لو شد الريست والفليكسور كارباير ديت اشتغلت والفينجر بيعوض البرونيشن يبقى لا يشغل الاكستنشن سوبينيشن ولا يشغل الفليكسور البرونيشن لازم يكون الريست والفينجرز ايه؟ ريلاكس. في ماسكه بديله في الريزيستنس لو حضرتك متاكد ان عضلات الريست والفينجرز قوتها 4 او 5 كويسين يعني والريست ستيبل ممكن تسلم عليه كده شاكك من الهاند وتديله ريزيستنس عن طريق الهاند والريست بس بشرط ايه؟ يكون العضلات دي كويسه. والكلام ده هتشوفوه في الفيديو. جريد 3 لو عامل الحركه فول رينج مفيش ريزيستنس جريد 2 بارشر رينج لو عاوز تو بقى ايديا تبقى جرافي مينمايز كله بالقديمه ممكن تعدي في وضع دراعه تخلي الفور ارم فيرتيكال لو عامل بالوضع ده سوبينيشن كده يعتبر جرافي مينمايز فور رينج يبقى جريد 2. بالبيشن بتاع السوبينيتور في الحته دي بالظبط دورسال اسبكت فوق فور ارم موجود النقطه بالظبط عندك في الكتاب والفيديو والصور نفس النقطه دي. سبستيتيوشن لو ضحك عليا عامل كده هي اللي بنعمل سبستيتيوشن ولا لا؟ كده عامل شو ده؟ ادكشن واكسترنال روتيشن. طب لو ضحك عليا وعامل كده ادكشن واكسترنال روتيشن يبقى بيعوض البرونيشن. شوف انا مثلت سبستيتيوشن على ناس هو لو عامل كده بيعوض سوبينيشن لو عامل كده بروليت كده مش هتنساه. ونفس الكلام عضلات الريست ممكن تعوض البرونيشن اعكس الكلام ده كله ما عدا بس اعرف لي اسماء العضلات برونيتو تيريس كوادريتس. تيريس هي طبعا هي سوبرفيشال ولكن هي بتشتغل في الفاست والسترونج كونتراكشن بس كوادريتس هي الاساس ولكن انت مش بتعرف توصل لها بالبرفيشن لان هي دي اكسسوري ماسل فليكسور كارباير ادجانس. في حد هيقول لك حاجة بس اللي عاوز تفصلها بريكو رادياس طبعا نفس الكلام اللي خدناه بتاع الاتجاه بتاع الحركة وبتاع الريزستنس نفس الكلام في كريتو والسبستيوشن العكس. كل سنة وحضرتك طيب شكرا جزيلا. Gracias.